تفقد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد دين راضي وزير الصحة والإسكان طبعا المستشفيات الجاري إنشاؤها وتطويرها تمهيدا لافتتاحها أكتوبر القادم بمحافظة القليوبية. نستعرض مع حضراتكم جزء من المؤتمر الصحفي الذي تم بعد ذلك. 31 مستشفى في عام واحد هيدخلوا المنظومة الصحية. احنا كلنا عارفين ان المنظومة الصحية تهلكت في مصر، بدأت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، في عهد في اوائل التسعينات كان في حركة فيها، لكن دلوقتي احنا طفرة صحية بتتم. كلنا بنعاني، كل المصريين بيعانوا كانوا من ضعف المنظومة الصحية. احنا مهتمين جدا، حكومة مهتمية جدا بتطوير المنظومة الصحية. خلصنا على فيروس سي وربنا كرمنا بيها الحمد لله، بنعمل بنية تحتية جديدة بندفع بيها، ودي حقيقة وليس كلام، حقيقة زي المستشفى اللي احنا فيها دي، ده واقع احنا قاعدين فيه. انا ببص تحت على شكل المبنى وقلت لسيادة المحافظ ده عامل زي معابد الأقصر، شكله زي معبد مصري قديم، حاجة رائعة، مستشفى خيالية. احنا بنقدر نعمل وبنقدر نشتغل لما بنحب نعمل وبنحب نشتغل. البنية التحتية هتتوضب، واحنا كل ده بنجهز لحاجة واحدة بس، ان احنا ان شاء الله بإذن الله في خلال شهرين ثلاثة هنكون متقدمين بقانون تأمين صحي لمجلس النواب، ما كانش في شهر، ويخلص وتبقى هذه الحكومة في ظل هذا الرئيس، في ظل مجلس نواب موجود عايز يطلع حاجة لهذه البلد، هيطلع قانون جديد بإذن الله. وما ينفعش القانون ده يطلع من غير ما يبقى في بنية تحتية تسنده بعد الله سبحانه وتعالى. بعد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون في بنية تحتية من مجموعة مستشفيات قوية تشيله. لو احنا وقفنا كده حوالينا كده الأربع مستشفيات دول، أنا بيتهيألي إن هم دول كفيلين إن هم يشيلوا محافظة. فعلا أربع مستشفيات دول يشيلوا محافظة. أتمنى إن شاء الله بإذن الله كل الخير لبلدنا، وأنا تحت أمركم في أي حاجة. شكرا. كنا نتابع بالطبع هذه الكلمة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والإسكان والسكان بعد تفقده لعدد من المستشفيات في محافظة القليوبية تحديدا. ويمكن أبرز ما ذكروا في خلال هذه الكلمة القصيرة هو أنه خلال شهرين أو ثلاثة سيكون هناك قانون جديد للتأمين الصحي بيستلزم وجود طبعا بنية تحتية جديدة، وهو ما يتم عمله الآن، وأيضا بدخول 31 مستشفى جديدة للخدمة الشهر المقبل.